يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت. أنا عفيف عمران راح أعطيكم دورة أوتوكاد 2020 للمبتدئين ولليفل الانترميديت. الدورة مفيدة لطلاب الجامعات اللي حابين يتعلموا على برنامج الأوتوكاد، أو الخريجين اللي بدهم يشتغلوا بالمكاتب الهندسية أو بالشركات المقاولات وحابين يتعلموا برنامج الأوتوكاد. طبعا برنامج الأوتوكاد حنتعلمه خطوة خطوة من البدايات لحد إننا نتمكن إن نعمل كرياشن للدروينجز ونعمل بلوتينج للدروينجز. هلا بدي أبلش أشرح لكم على الانترفيس كومبوننت من الزاوية هاي لحد آخر إشي للزاوية هاي. شو هذا الموجود في الانترفيس كومبوننت؟ أول إشي حنروح هنا على الزاوية هاي، راح تلاقوا حرف الـ A بالكابيتال لتر اللي هو رمز تبع الأوتوكاد باللون الأحمر. إذا هذا اسمه Application Button، إذا ضغطنا عليه بطلع عندي هنا عدة Options وخيارات كثيرة. هنا بتقدر تفتح New Folder، فولدر جديد، أو إنك تفتح Existing Drawing، Save the Drawing، Save As، بتعمل Import و Export، Publish و Print اللي هي Plotting، بعدين Drawings Utilities، بعدين هنا بتعمل كلوز. هنا في عندي تحت في بيجي عندي الاوبشن والاكزيست اكزيت اوتوكاد 2020. طبعا الاوبشنز هاي اذا بنضغط عليها حيطلع عندي فلوتينج ويندو او ديالوج بوكس. الديالوج بوكس هنا حيكون موجود عندي الفايلات اللي تبعت الاوتوكاد، مثلا على سبيل المثال الاوتو سيف راح تلاقيه موجود هون. هذا الفايل هنا بنعمل اوتو سيف. اذا حبيت تغير موقع الفايل تبع الاوتو سيف تضغط زي هيك وتحدد الفولدر اللي بدك اياه للاوتو سيف. هنا عندنا بالديسبلاي تقدر تتحكم بالمثلا بالكلر ثيم، الثيم اللي هو هذا الكلر انك تخليه مثلا دارك او انك تخليه مثلا لايت. زي هيك بنضغط على لايت بنعمل ابلاي، الثيم تغير للايت. هلا بنحطه على الدارك بيكون افضل واريح للعينين زي هيك. هلا بالنسبه للاوبن اند سيف فايل، سيف اوبن اند سيف، هون شيء مهم اللي هو السيف از، اللي هو انت باي ديفولت اي درونج بتكون تشتغل عليها تعمل سيف حتسيب لك اياها على الفيرجن اللي هو الاوتوكاد 2018. بينما بجوز يكون زملائك في العمل عندهم بيشتغلوا على اوتوكاد 2013، فهنا انت بتعمل انه اي بتضغط عليها بتطلع لك هو الاوتوكاد الفيرجن تبعت 2013، فمن يوم طالع بتصير اي سيف انت بتعمله بتسيف اوتوماتيك على 2013 مش ال 2018. فهي الحاله زملائك بيقدروا يفتحوا هاي الدروينجز اللي عندهم الاوتوكاد الفيرجن 2013. بينما اذا انت بتروح على هنا اوتوكاد 2018 وبتسيف الدروينج 2018، اللي عنده الفيرجن 2013 ما بيقدر يفتح هاي الدرونز. فهذه مهم كثير انه انت شو نوع الدرونز وكيف تعمل سيف وشيرينج لزملائك للدرونز الموجودة عندك. طبعا هنا في تابس كثيرة انت يعني بالعادة بتخليها باي ديفولت وما تغير عليها افضل. هلا عندك البلوت اند ببلشينج، هنا انت بتشوف شو البلوتر اللي انت بدك تعملها ديفولت بلوتر لإلك او البرينتر. هنا عندك الاوتوكاد بي دي اف مثلا، انا اضيف البلوتر بدك اياه. اذا ما في بلوتر مثلا وبدك تحول مثلا انه البلوتينج يكون مثلا عباره عن بي دي اف فايل تحول من اوتوكاد لبي دي اف، تضغط بالعاده على اوتوكاد بي دي اف جنرال دوكيومنتيشن، فهذه انت بتخليها موجوده مثلا. بعدين هنا بتعمل كونفيجريشن للبلوتر تبعتك، بتشوف شو الكونفيجريشنز للبلوتر واشياء زي هيك. وهنا اللي هو الديفولت لوكيشن للبلوتر، يعني هاي كل شيء بتعمل اللي هو بتشوف شو البلوتر اللي انت بدك تضيفها بحيث ان تكون هي الديفولت بلوتر تبعتك. بالنسبه للسيستم في عندك اللي هو الجرافيكس بيرفورمانس، هنا بتشوف شو نوع الجرافيك كارد اللي عندك. مثلا انا عندي الجرافيك كارد اللي هو الريدن برو 355 اكس،
مثلا اذا هنا المهم اذا كان عندك كمبيوتر يعني متوسط الحال، بتروح على الانترميديت مود زي هيك. اذا كان الكمبيوتر تبعك من النوع البطيء شوي، بتروح على البيسك مود على اساس انه الاوتوكاد يكون افكتيف وما يعلق معك، وانك تضغط الكوماند على السريع يعطيك ريسبونس. في حال كان عندك كمبيوتر كثير متطور والجرافيكس بيرفورمانس عالي، بتروح على الادفانس مود وبتضغط عليها وبتحدد الادفانس مود، بتضغط اوكي مشان تثبت الجرافيكس تبعتك. هلا بالنسبه لليوزر بريفيرنس اللي هو هون بيجي عندك، اللي هو اللي بالنسبه للماوس، اذا انت حابب تغير الرايت كليك تبعت الماوس تعملها الاوبشنز تبعت تعملها ليفت كليك رايت كليك والرايت كليك ليفت كليك، من هون تضغط عليها. هون عندك اللي هو السكيلز الانسيرشن تبعت السكيلز، اذا انت بتعبدك السكيل يكون بالمليمتر او بالانش او بالمتر وات ايفر. هون بيجي عندك اللي هو الدرافتنج اوبشنز، ال3 دي موديلنج، هون اذا الماوس ويل بتعمل زوم ان زوم اوت، حبيت تعكس عمليه الزوم تضغط هون بتعمل تيرن اون وبتعمل لك اللي هو الريفيرس ماوس ويل زوم. طبعا هون في عندك في الشيء مهم في السيفنج للفايل اللي هو الاوتو سيف، حاول انك دائما الاوتو سيف يعمله تيرن اون. هون مثلا تختار انت كم مينتس بتوين سيفز، كل 10 دقائق يعمل اوتوكاد اوتو سيف لحاله، تقدر تغيرها لكل 5 دقائق لكل ربع ساعه، هذا حسب شو انت بتفضل، بس لازم يكون موجود عندك اوتو سيف بحيث انه لو صار عندك الاوتوكاد علق او كراش للدروينجز او انقطعت الكهرباء مثلا ما تخسر شغل ساعتين ثلاثه تخسره على الفاضي. هلا بنطلع هون مثلا بتستعمل التعديلات اللي بدك اياها، بتضغط ابلاي وبتضغط على التعديلات اللي بتلزمك واوكي مشان تطلع من هذا الديالوج. بنرجع كمان مره على الاوتوكاد هون. هلا هون في عندك اوبشنز اللي هو الريسنت دوكيومنتس، بتضغط عليها بيطلع لك هون الريسنت دوكيومنتس او بيطلع لك اللي هو الدوكيومنتس اللي اوريدي هسه فاتحه، اللي هو هاي الدوكيومنت عندي فاتحه وهاي الدوكيومنت هلا اوريدي عندي فاتحه زي هيك. هلا مثلا هون اذا بتشوف هون بتضغط عليها بيطلع لك اوبشنز شو الترتيب تبعت هاي الريسنت دوكيومنت، انه مثلا تكون اوردرد باي ليست او انه حسب الاكسس ديت اخر درون اللي اشتغلت عليها او على الفايل سايز او التايب. اتوقع اخر اغلب الشباب بيشتغلوا اللي هو على الاكسس ديت، انه اخر فايل فتحه بيحب انه يكون موجود عنده على الريسنت دوكيومنتس. هنا بتشوف اذا انت بدك الايكونز تكون صغيره زي هيك او لارج او تكون سمول ايمج او لارج ايمج، بتشوف هنا طبعا شو الموجود جوا الدرومينج. اذا بتعمل هوفر بالماوس زي هيك لحاله بتبين شو الدرومينجز وشو كل المعلومات اللي متوفره على هاي الدرومينجز. مثلا هنا عندي الفيرجن اللي هو الاوتوكاد 2018 مبين عندي. هنا فوق تضغط هنا على الكوماند، مثلا تشوف هنا تعمل سيرش للكوماندز، مثلا بدك تعمل سيرش عن اللاين تكتب لاين بيطلع لك كل السيرش اللي بتلزمك لللاين، وبتعمل هوفر على الماوس بعطيك برضو كمان خيارات ثانيه، بعطيك زي نافذه وبتشوف الشكل كيف انت بتقدر تشتغل على هذا الكوماند. فهذا السيرش لاين مهم كثير خصوصا انك انت بدايتك في شغل الاوتوكاد. هون بتقدر تعمل بين للدروينجز اللي انت دائما تفتحها يعني غالبا بغض النظر عن الديت، فبتضغط على هاي فبتعمل بين لها بتثبت الدروينجز وبتخليها مكانها فوق بحيث انه بسرعه انت بتقدر تدخل على الدروينجز وتفتحها. نضغط زي هيك بنطلع منها. هلا هون عندي فوق هذا اسمه كويك اكسس تول بار، هذا الكويك اكسس تول بار بيجيك بتقدر من خلاله برضه مباشره تفتح درونجز جديده او انك تفتح اكزيستنج فولدر اوبن اكزيستنج فولدر، تعمل سيف او سيف از للدرونجز او تعمل بلوت اندو وريدو. وفي هذا اوبشن اللي هو تبع الموبايل والويبس اللي هو اوبن فروم ويب اند موبايل، نفس الشيء سيف تو ويب اند موبايل. اذا في شغلات جابالك اضافيه تزيدها على كويك اكسس تول بار تضغط هنا على الارو هذا بيطلع لك هنا شو الشغلات تعملها تيرن اون وتيرن اوف. مثلا انا بديش اتعامل ما اتعاملش بالويب ولا بالموبايل، بضغط زي هيك بعملها تيرن اوف وبضغط على هذه السيف تو ويب اند موبايل زي هيك طلعتها من الكويك اكسس تول بار. هلا هنا هذا عندي هون اللي هو شريط المهام بحكوا له بالاوتوكاد اللي هو الريبن،
الريبن هذا مكون من تابس، في عندك الهول زي هيك، هوم تاب، انسرت تاب، طبعا كل تاب بتطلع لك اوبشنز ثانيه، الانوتيشن تاب، البارامتريك تاب، والفيو تاب، وغيرها من التابس الموجوده على الريبن. هلا مثلا هنا نروح على الهوم، نفس الهوم تاب بيطلع عندي اللي هو بانلز، هذول البانلز بيطلع عندي زي هيك درو بانل، موديفاي بانل، انوتيشن بانل، ولايرز بانل، الى اخره، وكل تاب بيطلع لها بانل مختلفه. هلا مثلا هنا عندي جاي عندي زي فلاي اوت ارو، هذا الفلاي اوت ارو اذا ضغطنا عليه بيطلع عندي كمان باتونز ثانيه، فهذه الباتونز اللي هي عباره عن الكوماندز باتون، هاي هي كلها الكوماند باتون، بس اللي بتكون فوق زي هيك بتكون اللي هي الباتونز اللي بالعاده دائما اغلب شيء انت بتشتغل عليه بالاوتوكاد. طبعا اذا انت مثلا بتشتغل على الانسيرت كثير، ومثلا انت بدك تشتغل على الدروينجز بنفس الوقت، تقدر تعمل شيء اسمه ستيكي بانل. الستيكي بانل اللي بتضغط انت بالليفت كليك على الماوس وبتسحب هذه البانل زي هيك، نروح هون تسحب هذه البانل زي هيك، فالدرو بانل اجت هون والموديفاي بانل اجت هون، فطلعت من هذه الريبن. هلا تقدر انت تروح مثلا على الانسرت، تقدر تعمل كرييتنج لنيو بلوك. هسه بدك ترجع البانل هاد مكانها، فانت بتروح هون بتعمل هوفر على جنب، بيطلع لك فوق هون اللي هو ريتين بانل تو ريبن، تضغط عليها زي هيك بترجع البانل على الهوم مكانها. تقدر طبعا هذول البانلز انت تحرك اماكنهم من هون لهون حسب ما انت بدك، مثلا شو السهولة كيف تصل عليها بالماوس، وهنا تقدر تنقل مكاناتهم عن طريق الضغط على الليفت كليك، وتضل تعمل لها دراجز لهذه البانلز. هلا في عندي شيء اسمه اللي هو الديالوج بوكس، برضه الديالوج بوكس، فنفترض هون بدك تعمل كرييت نيو بلوك، تضغط عليها بيطلع لك زي هيك ديالوج بوكس او فلوتنج ويندو، بكون موجود السيتنجز المطلوبه كلياتها مشان تبدا تعمل كرييشن نيو بلوك. طبعا كل شيء انسيرشن او اي شيء بيطلع لك راح تشوف انه خلال الدوره حيطلع لك كثير ديالوج بوكس باعدادات مختلفه وسيتنجز مختلفه. نطلع من هذه البانل زي هيك. هلا نروح هنا، طبعا هون قبل ما نوصل هنا في هاي الارو الصغير هذا، اذا ضغطنا عليه بنقدر نتحكم بالريبن هذا ونوسع على حالنا الدروينجز. اذا ضغطنا زي هيك عليها مره لاحظوا انه الدروينج والريبنز تغيرت شكلها تقريبا، نضغط زي هيك اختفت الريبنز وصارت زي هيك، نعمل هوفر بطلع شو الريبن الموجود، اذا ضغطنا زي هيك اختفت بالمره، وهيك نقدر نرجع الريبنز. فهذه حسب شو انت احترافيتك في الاوتوكاد وشو اللي بريحك. هسه بنروح هنا على اللي هو الستارت، هنا الستارت هنا راح يجي عندي اللي هو الدروينج فايل تابس، هاي الدروينج فايل تابس اللي هي التابس اللي بنتحكم فيها نفتح اللي هي الدروينجز تبعتنا. هسه بقدر انه اغير التابس هاي اماكنها زي هيك، بعمل دراج يمين او على اليمين وعلى اليسار، بتحكم انه اول درونز بدي اياها تكون موجوده والترتيب تبعها. اذا بعمل هوفر زي هيك بفرجيني الموديل لاي اوت واللاي اوتس الثانيه شو هاي التابس من ايش مكونه هذا الدرونز. هلا هنا بنضيف نيو تاب، نضغط هيك بنضيف نيو تاب للدرونز جديده، وهيك نقدر نتحكم فيها. هلا ننزل احنا هنا راح نلاقي عندي شيء اسمه الفيو بورت كنترول، هذا الفيو بورت كنترول هنا طبعا تقدر انت تعمل كاستمايزيشن للفيو بورت، بعدين ندخل في تفاصيله. هنا بتتحكم في الفيو بدك اياه توب او بوتوم فيو، وهنا اذا انت مثلا بدك تضيف اي سيتنجز او شيء للورك للموديل سبيس للاوتوكاد، وتعمل نافيجيشن واشياء زي هيك. هلا تحت ننزل هنا لتحت بنلاقي عندي شيء اللي هو الموديل تاب واللي اوت تابس اللي هي الشيتس تبعتي، فهذه موديل تاب لا انت بتقدر تعملها رينيم ولا شيء، باي ديفولت بتكون مكتوب عليها موديل، بينما بتروح هنا على اللي اوت تاب هاي بتقدر تعمل لها رينيم، وبتقدر انت تعمل لها دراج زي هيك وتغير اللوكيشن تبعت هذه التابس زي هيك. وهنا بتكون عندك اللي هو الشيت الدروينجز او الفيو بورتس اللي بتكون موجوده على اللي اوت، بدك تضيف لي اوت جديده بتضغط على الشهره بلس
وبتنضاف عندك اللي اوت الجديده. هلا بيجي عندي اللي هو هون اللي هو الكوماند لاين. هذا الكوماند لاين طبعا تقدر انت تحركه زي هيك زي ما بدك، تحطه في المكان اللي بدك اياه. خلينا نرجع للموديل سبيس، بدك تحط الكوماند لاين يكون موجود هون او هون، فهذا فلكسبل كثير وحلو انه يكون فلكسبل. طبعا الكوماند لاين هو عباره عن لغه تخاطب بينك وبين الاوتوكاد، فنفترض انه انت بدك ترسم لاين، هون تحت بقول لك الكوماند لاين انه انت الكوماند اللي هي لاين، فمش بحكي لك سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني شو هي الفيرست بوينت. الفيرست بوينت فنفترض بدي اياها تكون هون، بتطلع تحت بقول لك الاوتوكاد كمان مره سبيسيفاي نيكست بوينت، يعني الاوتوكاد بخاطبك بقول لك حدد لي النقطه الثانيه. هلا بخاطبك كمان مره انه سبيسيفاي نيكست بوينت اور اكزيت اور اندو، بدك تعمل اكزيت اندو ولا بدك كمان تستمر في كمان لاين. هلا انت بدك تعمل مثلا اكزيت، تضغط على اكزيت وهيك الاوتوكاد بخاطبك. فاذا هذا الكوماند لاين عباره عن مخاطبه بينك وبين الاوتوكاد، بدل الحكي الاوتوكاد بكتب لك الخطاب عباره عن كتابه. طبعا الكوماند لاين تقدر تعملها زي هيك اكستنشن وتشوف شو البريفيوس كوماندز اللي كانت موجوده. فينا شباب او رسامين بيحب يكون دائما موجود يشوف شو اخر ثلاثه كوماندز من قبل كانت موجوده. طبعا تقدر تعمل لها اكستنشن لهي الكوماند لاين زي هيك وتكبرها او انك تصغرها. طبعا يعني زي هيك حل وسط تكون كويس. في عندك هنا اوبشنز بيطلع لك هو شو السيتنجز تبعت الكوماند لاين واوبشنز والترانسبرنسي، والاوبشنز هاي مثلا تقدر تدخل على الاوبشنز تاب من هنا. فهذه الكوماند لاين يعني في لها عده استخدامات. هلا بدنا نروح طبعا هنا في عندي اللي هو بيجي الستاتس بار. هذا الستاتس بار او الستاتس بار حسب شو بتلفظها، اللي هو بيعطيك يعني اوبشنز بنحكي عنها بعدين. فمثلا هنا عندك مثلا زي هذه الاو سناب، راح تضغط عليها زي هيك بتعمل لك او سناب، فانت فعلتها وصارت لونها ازرق. اذا ضغطت هنا على الفلاي اوت ارو تضغط عليها زي هيك بيطلع لك اوبشنز شو الاو سنابس اللي انت حابب تضيفها او تشيلها، تعمل تيرن اون او تيرن اوف للاو سناب. طبعا هنا انت بيطلع لك اللي هو الاوبجكت سناب سيتنجز، اذا بتضغط عليها بيطلع لك هذا الديالوج بوكس او الفلوتنج ويندو، وبتحدد بالضبط شو خياراتك في السيتنجز تبعت الاو سناب. وبرضه بتقدر تتحكم في الستاتس بار كوماندز، الستاتس بار سيتنجز الثانيه من هون. هلا بتحدد كل شيء عندك هون وبتشوف. طبعا هون اي شيء بتضغط عليه حاول اضغط عليه وشوف شو بيطلع عندك اوبشنز زي هيك على الفلوتنج ارو، وشوف شو الاوبشنز اللي بتيجي معك. مثلا هذا هو السكيل تبع الدروينجز، منه تحدد السكيل تبع الدروينجز. طبعا بدك تتحكم انت بالضبط شو الموجود هون، شو اللي بتخليه شو ما تخليهوش، من خلال الضغط على هاي الثلاث شحطات اللي فوق بعض زي هيك، بتضغط عليها بتنزل شو الاشياء اللي انت بدك اياها. مثلا هون انت حاب الاو سناب، هاي الاوبجكت او سناب تراكنج، تضغط عليها بتختفي من هون، اضغط عليها كمان مره بترجع على الستاتس بار. بدك انت تضيف الكوردينيتس تقدر تضيفها، الدايناميك انبوتس، هاي الدايناميك انبوتس هيك انت شلت الدايناميك انبوتس، تضغط زي هيك رجعت هون الدايناميك انبوتس مشان تعملها اكتيفيشن. في شغلات طبعا لل 3 دي جزء تلزمكش في 2 دي، فما فيش داعي انك تفعل طبعا كل شيء هون. نطلع من الستاتس بار، في عندك هون زي ما شايفين بيطلع لك شيء اسمه اللي هو كلين كلين سكرين. اذا انت بدك تفرجي الكلاينت الدرونز تبعتك وتفضي كل شيء من هون، تضغط على هاي الكلين سكرين زي هيك، طلع كل شيء اختفى من الدرونز، وتقدر تعمل زي فيو لشخص ثاني شو هي الدرونز اللي انت كنت تشتغل عليها. فهذه كيف انه انت تشتغل على هاي الدرونز زي هيك. طبعا هون بدك ترجع كمان مره، هذه المشكله الهيدن مغطي على شو اسمها هاي، هاي تضغط عليها كمان مره زي هيك بترجع كمان مره زي هيك. هلا بعدين بنروح هون على الاقصى اليسار من هون، تلاقي عندي اللي هو الاكس والواي اكسس، هاي بسموها يو سي اس ايكونز، اسمها يو سي اس ايكونز اللي هو الواي والاكس اكسس. هون عندك بيجي اللي هو بسموه الفيو كيوب. الفيو كيوب هون فرجيك هون التوب فيو، النورث والايست والويست والساوث. في مرات انت بتهمك تكون المبنى باتجاه النورث، فانت بتسوي المبنى بحيث انه يكون باتجاه النورث.
بعدين بيجي هنا عندك على اليمين اللي هو النافيجيشن بار، بدك تعمل مثلا زي هاد تضغط عليها بيطلع لك الايد هاي الصغيره فبتعمل بان، او مثلا هاي الدروينج انت مثلا تهت في الاوتوكاد مش شايف الدروينجز وينها، تضغط هنا على الزوم اكستنس فبترجع لك الدروينجز بتفرجيك اياها وين موجوده، بتزوم لك عليها زي هيك. فهذا اللي هو النافيجيشن تاب برضه بفيدك. من هون طبعا تقدر انت تعمل تشوف انت شو الاوبشنز من هون، نعمل اسكيب زي هيك بطلع لك من هون على الزاويه، تقدر تضغط على الهاي بالزاويه بتشوف شو انت جا بالك تخليه في النافيجيشن تاب، مثلا الشو موشن ما بلزمك بتقيمها الشو موشن، الاوربتس مثلا بجوز ما تلزمكش، بس تعمل الستيرنج ويلز ما بتلزمك بتشيل الستيرنج ويلز، وهيك بتكون تحكمت شو الايكونز اللي بدك اياها على النافيجيشن تاب. طبعا هنا في عندك هنا بدك عندك اي شيء بدك استفسارات تسال عنها بتروح هنا على الهلب منيو، تكتب هنا لاين على السريع بدخل على موقع على الويب سايت تبع الاوتوكاد، بعمل لك تفاصيل بالضبط شو هذا الكوماند وشو بيشتغل الكوماند وكيف انت تتعامل مع هذا الكوماند اذا انت حبيت تعرف اشياء اكثر عن نفس الكوماند وكيف تستغلها من هون من عند السيرش. يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت.